مدير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية، أصحاب السعادة والمعالي، أود في البداية بأن أتوجه بالشكر إلى جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة رئيساً وحكومة وشعباً على استضافة هذا الاجتماع الهام الذي يسرنا المشاركة فيه في إطار التزام دولة قطر الثابت بدعم الصومال الشقيق وبالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية. كما أرحب بمشاركتكم جميعاً. إن فريق الاتصال الوزاري المعني بالصومال يعكس التزام الدول الأعضاء بدعم الصومال، وذلك تماشياً مع نتائج الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة الإسلامية الذي عقد بإسطنبول في أبريل 2016، ووفق قرارات مجلس وزراء الخارجية، وآخرها القرار الصادر عن الدورة الأخيرة المنعقدة بدكة في مايو 2018، والذي دعا فريق الاتصال إلى عقد اجتماع برئاسة دولة قطر في مقديشو للوقوف على التقدم المحرز لشعب وحكومة الصومال. أصحاب المعالي والسعادة، إن تقييم المرحلة الحالية التي يمر بها الصومال لها انعكاسات إيجابية بوجه عام، فقد تحققت خلال السنوات الأخيرة العديد من الإنجازات ذات الأهمية على الصعيد الأمني والسياسي والإداري والإنساني، ونثمن في هذا الصدد بجهود كافة الأطراف الصومالية في مواجهة الكثير من التحديات. وفي هذه المرحلة الحرجة من مسيرة الصومال نحو الاستقرار والازدهار، لا بد من الحفاظ على هذه المكتسبات واستكمالها ومواجهة التحديات الخطيرة التي لا زالت تواجه البلاد، ولعل أبرز هذه التحديات هو تحدي الإرهاب والتطرف العنيف. فعلى الرغم من التقدم التدريجي في مواجهة سيطرة الجماعات المتشددة، فإن الهجمات الإرهابية لا زالت متواصلة بوتيرة عالية، وقد وقع آخرها خلال الشهر الجاري الذي يوافق مرور عام على أسوأ هجوم إرهابي تعرض له الصومال. وهنا نكرر إدانتنا الشديدة لهذه الاعتداءات الجرامية التي تهدف إلى تقويض الاستقرار والوحدة الوطنية، والتي لابد من تكثيف الجهود للقضاء عليها. وفي هذا الإطار ننوه بأهمية تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين من أجل المنع ومكافحة التطرف العنيف. أما على الصعيد السياسي، فقد أحرز الصومال تقدماً ملموساً بعد اختتام الفترة الانتقالية وتأسيس الحكومة الاتحادية بمؤسساتها التنفيذية والتشريعية وتشكيل الولايات الفيدرالية ونجاح الانتخابات البرلمانية والرئاسية والانتقال السلمي للسلطة واستعراض الدستور، الأمر الذي يتطلب تكثيف العمل الجاد نحو تحقيق الوفاق الوطني وإحلال السلم والأمن والاستقرار وبناء المؤسسات الوطنية واستكمال تحقيق دعائم الديمقراطية وصولاً إلى الانتخابات العامة. أصحاب المعالي، إن الحالة الإنسانية الصعبة في الصومال الشقيق لا تقل خطورة عن التحديات الأمنية وغيرها، حيث يحتاج الملايين من الأشقاء الصوماليين للمساعدة الإغاثية، خاصة مع استمرار الحوادث الطبيعية كالفيضانات في جنوب ووسط الصومال في شهر مايو الماضي، والتي تفاقم بسببها الوضع الحرج للأمن الغذائي وانتشار الأمراض المعدية. وبالتالي فإن هناك حاجة ملحة لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للتصدي لهذه الأزمة الإنسانية. وفي هذا الخصوص نثمن الدور الإيجابي للدول التي قامت بتقديم المساعدات الطارئة والإعانات الإغاثية والصحية على أثر تلك الفيضانات. ونود هنا أن نشدد على أهمية الدعم التنموي والاستثمار في المشاريع التي تدعم البنية التحتية والإنتاج على المدى الطويل، ونشير خصوصاً إلى الحاجة للعمل على استحداث وظائف وتشغيل الشباب الذي يشكلون القطاع الديموغرافي الأكبر، وذلك ليس لتحفيز النمو الاقتصادي في حسب، بل وللمساهمة في التصدي للتطرف والعنف. كما أن من الأهمية بمكان الاستثمار في مختلف القطاعات بما في ذلك التوسع المدني وإدارة المياه والطاقة النظيفة والإمكانيات الاقتصادية الكبيرة في مجال الزراعة الحيوانية والسمكية. أصحاب المعالي والسعادة، إن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الفترة الماضية وحن آد وأمانة إنا هرو مرضي لكاري مدني كالسورة في الصومالية كدعي يتطلب عزيمة وإصرار
waxaana sii wadista arrintaas ay u baahan tahay ka go'naansho iyo sii dardargelin. تدعيم حكم القانون ومكافحة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان كما يتطلب استمرار الدعم الدولي خصوصا من دول منظمة التعاون الإسلامي وينبغي أن يكون هذا الدعم الدولي متوائما مع الجهود الوطنية في الإصلاح وبناء المؤسسات وملتزما بسيادة الصومال واستقلاله السياسي ووحدته الوطنية والإقليمية وبعيدا عن التدخل في الشؤون الداخلية للصومال. وفي هذا السياق فإن دولة قطر ستظل داعماً لقضية الأشقاء في الصومال ولن تألو جهداً في تقديم المساعدات اللازمة. وأشير هنا إلى أنها قدمت معونات لصالح خطط وبرامج الحكومة الصومالية الفيدرالية في عدة مجالات، ودعمت الصندوق الاستماني من أجل السلام والمصالحة، كما نفذت مشاريع تنموية تشمل مدارس ومستشفيات وعيادات وبيوتاً للمحتاجين ومشاريع مدرة للدخل، فضلا عن المساعدات والمشاريع الإنسانية التي يقدمها الهلال الأحمر القطري وجمعية قطر الخيرية، بالإضافة إلى تقديم حزمة من المشاريع التنموية بقيمة 200 مليون دولار تشمل بناء وتأهيل مباني حكومية وطرق تربط بين العاصمة مقديشو بكل من مدينتي جوهر وأفقوي. ونعمل على تنفيذ المشاريع الطرق بأحدث وأجود المواصفات الهندسية والعالمية. وأغتنم هذه الفرصة لأجدد التأكيد على دعم بلادي لحكومة الصومال الشقيق، كما سنواصل دعم الشعب الصومالي لتحقيق أماله وتطلعاته لبناء دولته لتوفير مستقبل مزدهر للأجيال القادمة وحفاظا على وحدة الصومال وسيادتها. شاكرا لكم للاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.